يا جماعة أنا بعيد وبكر على قناتي، هناك حلقة مميزة عن موضوع الشغف، تمام؟ طيب لو عندك هواية هدف، يا جماعة في أشياء مش واضحة، الهدف يعني أكيد أنتم عارفين الهواية، هواية مثلا عند أنت بتحب ترسم، طيب يا أخي ترجم هذا الرسم إلى موقع اعمل موقع إلكتروني ماركت بليس، واعرض رسوماتك واعرض لوحاتك الفنية، حاول تعمل متجر الكتروني وتطور من شغلك وتحوله لبزنس، شو تستنى؟ اذا مثلا هذا الرسم، لو عندك هدف اني انا اصير مثلا طبيب، اوكي، او مثلا جراح عالمي مشهور معروف، يا اخي طور امورك، ظبط امورك، خذ مثلا بورد في دوله معينه، خذ زماله، خذ كذا، اقرا في كتب الطب الحديثه، في المجلات، في العلميه، و الى اخره، ميول، انت عندك ميول او حب مثلا، خلينا نقول ما يعني للقراءة، أنت بتقرأ كثير، بتقرأ كتب كثير، بتقرأ مثلا 20 كتاب في السنة، طب إيش أنتجت للدنيا من كتب؟ إيش أنت بتعمل؟ أنتج كتب يا أخي رقمية وبيع على السوشيال ميديا، بيع على أمازون، بيع على سوق دوت كوم، بيع على أي مكان في الدنيا. طيب خليني أتكلم، يبقى هذا كله كلام يا جماعة بيعطيني فكرة بزنس، أوكي؟ طيب بعد هيك يا جماعة إيش بنقول؟ أساس كل شيء، لو أنت ما عندك شغف أو هواية أو هدف أو ميول، الجأ إلى، شوف يعني انزل على السوق أخي الفاضل، شوف مشاكل الناس، ماذا تعاني الناس، ما هي المشاكل التي تواجه الناس، ترجم هذه المشاكل إلى مين؟ إلى حلول، الحل هذا هو عبارة عن مشروعك الخاص، تمام؟ طيب خليني أستعرض معك أنا يعني مشكلة كان يعاني منها مين؟ أهالي القرى، خليني طبعا في مثال يعني على مشكلة معينة وصارت فكرة بزنس الآن حتكون. طيب واضح هذا القانون جماعة؟ خليكم معي، واضح هذا القانون؟ تفاعلوا معي رجاء، القانون واضح. طيب خليني أتكلم عن أمثلة واقعية، الفيسبوك وتأسيسه، عندك مارك زوكربيرج يا جماعة، تمام يا فرح أشكرك، مارك زوكربيرج يا جماعة فكرة الفيسبوك اليوم قيمة السوقية 100 مليار دولار، هذا كان ايش يا جماعه؟ كان عباره عن فكره انه بده يعني يتواصل مع زملائه، تمام؟ يتواصل مع زملائه، شوف الفكره بسيطه، وعمل هذا برمج الموقع الفيسبوك الى ايش؟ انه يحاول يصل لزملائه، يتكلم معهم، يتواصل معهم اجتماعي، شوفوا اليوم من صار يا جماعه 100 مليار دولار، اوكي؟ ما تستهينوا بالافكار يا جماعه، ما تستهينوا، الافكار البسيطه يعني ممكن هاي تصير بعد هيك تخليك من رواد الاعمال. نيجي لفكرة أخرى، حاسوب مصنوع من الخشب، تو إيش حكينا يا جماعة قبل قليل، قلنا الإبداع لازم يكون عندك مهارة، صفة الإبداع تكتسبها، ها يعني هذه إحدى الشركات يا جماعة صنعت الحاسوب من خشب، جابت خشب وعادت استخدامه وصنعت فيه حاسوب، هذا بإمكانك تشتريه اليوم من وين؟ من أمازون، هذا يباع على موقع أمازون، شوفوا وين التفكير الإبداعي لوين وصل يا جماعة، فكروا خارج الصندوق. طيب اليوم حضانة الأطفال المحمولة إمبريس جلوبال، شركة إمبريس جلوبال يا جماعة هذه أجت زي ما حكينا قبل شوي مشكلة معينة، وجدت هذه المنظمة إخواننا الفضائية، منظمة تهتم في المجال الصحي، وجدت أنه كثير من القرى النائية والبعيدة الأطفال بموتوا فيها يا جماعة نتيجة أنه عدم توفر حضانات للأطفال، تمام؟ هذول إيش يا جماعة أبدعوا وابتكروا؟ حضانة الأطفال المحمولة بتوفر هذه جو دافئ لمين؟ للأطفال، ورعاية صحية جيدة ورائعة، بتغنيهم عن مين؟ حضانة الأطفال. هؤلاء طبعاً قلت عدد الوفيات بسبب مين؟ بسبب هذه الحضانة. عندي مشكلة بالصوت أحمد، مش عارف يا أحمد، يا جماعة الصوت واضح؟ من يجيبنا؟ الصوت واضح يا جماعة عندكم؟ هيك واضح الصوت ولا يعني أشوف؟ أي نعم الصوت واضح. لا يا أحمد، شكله المشكلة عندك يا أحمد، تمام؟ فظبط أمورك. طيب الصوت واضح. إذا حضانة الأطفال هذه يا جماعة حلت هذه المشكلة، قللت نسبة الوفاة لهؤلاء المواليد، شوفوا كيف؟ إذا منظمة إمبريس عملت حاجة رائعة وقدمت خدمة إنسانية، إنه قادت نسبة الوفيات، هذه حلت مشكلة. اليوم الشيء الرائع إنه في تقرير تم اعتماده بتمويل مليون ونص دولار لهذا المشروع. شوفوا الروعة، اليوم المنظمات الصحية اهتمت في هذا الموضوع وخصصت مليون ونصف دولار
لمين؟ لهذه المنظمه امبريس جلوبال، انه تصنع مزيد من هذه مين؟ الحضانات. شوف كيف الروعه. اذا انا المشكله حلها كان عباره عن بزنس تحول. اوكي؟ نمشي جماعه بسرعه. تطبيق لصيانه السيارات. هذول يا جماعه يعني في شركه على مثيلاتهم يعني عملوا تطبيق. هذا طب ايش المشكله؟ هذا الرجل انه كان في منتصف الطريق وكان في يعني مدينه نائيه. صار معه عطل في السياره، ما عرف يصل يعني مصلح السيارات او اللي بيعمل مينتنس للسيارات. فهذا مباشره جت في باله مين او في عقله فكره انه يعمل تطبيق مثلا اللي بتتعطل معهم السيارات في المناطق النائيه والبعيده جدا، يكون مثلا هذا التطبيق متاح له انه يتواصل مع شخص ويجي هذا الشخص لمين؟ لحد البيت او لحد مثلا المكان اللي هو موجود فيه. فهذا قدم خدمه جليله، نوفر على الناس هذول يا جماعه مثلا اللي هو عطل السيارات واللي ممكن ياخره واللي ما حد يعني يعرف يصلح له السياره. فهذا تطبيق حل هذه المشكله. اكس ايروس، هذه يا جماعه اكس ايروس شركه متخصصه في مين؟ غسيل الملابس، طبعا بعينات وذرات حاجه معينه، نيون اعتقد، ذرات النيون. تمام يا جماعه زي ما انتم شايفينها ذرات النيون هذه، شو الهدف منها؟ كان انه هي تقلل استخدام الماء بنسبه 90%، يعني مجرد انه انت وضعت ذرات النيون هذه بتقلل استخدام الماء، وكانت هي فكرتها الاساسيه. اذا هذه فكره حتى كمان مين؟ بيئيه، فكره ايضا تساعد البيئه. تمام يا جماعه، نوفر المياه، هذا شيء رائع، لانه انتم بتعرفوا يعني النساء، يمكن اللي منا الحضور النساء بيعرفوا قديش كميه الميه اللي هم يعني بيستهلكوها في موضوع غسيل الملابس. ونيجي لاهم شغله رائعه يا جماعه في المحاضره، مثلث الفكره. مثلث الفكره يا جماعه هذا بيتكلم عن انه لازم انت عشان تنجح في البزنس، وفي شخص انا اعتقد ايمن، ركز معنا يا ايمن في المحاضره، موجود ايمن معنا؟ أيمن موجود معنا؟ طيب يا أيمن، أوكي نكمل. خليني أحكي يا جماعة أنه مثلث تقييد الفكرة، الحاجة والجمهور، النقطة الأولى لازم أنت تلبي حاجة، لازم أنت تحل المشكلة، ولازم يكون في عندك كوميونيتي. مين الكوميونتي؟ اللي هم الكاستمرز، مهمين جدا يا جماعه. ما بنفع انه انت تعمل منتج او تفكر تعمل سله او برودكت او شيء الا لما يكون عندك كوميونتي، وهذه المشكله بعاني منها الكثير يا جماعه من الشركات، ما في كاستمر، ما في كوميونتي. عمل المنتج وعمل يعني عمل الفكره واخرج المنتج بشكله النهائي، لكن للاسف لا يوجد لديه كوميونتي او كاستمرز يشتري هذا المنتج، فهو انهار وفشل في مشروع. طيب المهارة والخبرة، لازم يكون عندك مهارة أو نوع من الخبرة في الشيء اللي أنت بدك يعني تبدأ فيه البزنس. يعني مثلا أنت متخصص في مجال مثلا خلينا نقول الكمبيوتر، مهم جدا أنه لو بدك تعمل مشروع حتعمل في مشروع إيش مثلا؟ أنه صيانة كمبيوترات أو بيع وشراء الكمبيوتر وهكذا. فعندك يعني تخصص الكمبيوتر. طب عندك مثلا مهارة الكتابة، بدك تعمل مثلا تكون كاتب محتوى، بتعمل مثلا مدونة بلوجر، بتعمل موقع إلكتروني مثلا بتنزل عليه المقالات وهكذا. إذا النوع من المهارة أو الخبرة أو المعرفة في شيء معين، هذا أيضا ممكن يترجم يا جماعة إلى بزنس. موضوع الشغف والحب، شغفك يا جماعة، الشغف مهم. تمام يا أيمن، تابع معنا الآن، هذا الموضوع هيهمك كثير. موضوع الشغف والحب يا جماعة لازم تكون، لو كان عندك مثلا يعني أنا فكرتي في لبة احتياج معين، وفكرتي أو منتجي في كوميونيتي، في كاستمرز يستهلكوه، وأيضا أنا فكرتي مثلا أنا عندي مهارة وخبرة فيها، يعني عندي مهارة والخبرة الموجودة، فبالتالي أنا وفرت هذه الأشياء. لكن أنا عندي أيضا شغف بهذه الفكرة، يعني أنا شغوف، يعني أنا عندي حب مثلا لموضوع الكتابة، أنا أعشق الكتابة. بالتالي يا جماعة هذه الأفكار الثلاثة أو هذه العناصر الثلاثة لو أنت وفرتها، أنت هيك وفرت العناصر المتكاملة لنجاح أي فكرة للمشروع. إذا أنت وفرت هذه الثلاثة فأنت إنسان رائع، وإن شاء الله أضمن لك النجاح في فكرة مشروعك. طب واحد هيقول لي طب والله مثلا انا ما عندي شغف بالفكره اللي انا بدي اشتغل عليها، مش مشكله اخي الفاضل، يعني لو حتى يعني نقص شرط معين،
يعني هذا ليس دليلا على فشل فكرتك، لكن هذا ممكن يشوب نوع من، يعني خلينا نقول التأرجح، انه لو ما عندك شغف او حب او ميول ممكن هذا يعني لو واجهك تحديات او مصاعب او مخاطر، لو ما كان عندك شغف وحب يا جماعه او ايمان بالفكره اللي انت شغال عليها، ممكن هذا يكون احد اسباب الفشل. اوكي؟ لو حد عنده سؤال يا جماعه. نيجي لموضوع فحص البزنس. كيف انا افحص البزنس يا جماعه؟ يعني شو بدي اتكلم مع نفسي؟ ليش انا بدي اعمل هذا البزنس؟ لماذا هذه الفكره تحديدا؟ طب ليش انا بدي انفذها هذه الفكره اخوان الله فاضل؟ طب ليش انا لازم يعني مثلا استهدف هذول الناس؟ طب ما هي المعوقات؟ ما هي المخاطر ممكن تواجهني؟ شو السلعه؟ من هم الجمهور؟ من هم المنافسين؟ هذه الامور لازم اعرفها يا جماعه. وليش مثلا انا اخترت هذه الفكره تحديدا؟ وليش انا الشخص اللي بدي انفذها؟ هذه التساؤلات لازم انت تسالها نفسك لما انت اخي الفاضل تقدم على فكره مشروع. طبعا هذا الكلام يا جماعه ايش احنا بنترجمه في البيزنس عندنا؟ بنترجمه الى خطه عمل، بزنس بلان، وهذا ايضا بيكون جزء من الفيزيبيليتي ستادي. تمام؟ اللي هي الاكشن بلان الخاصه بالمشروع. نيجي للخطوات الاساسيه، هذه يا جماعه مهمه جدا ايضا لبدء بزنسك. لازم تعمل ماركت ريسيرش. كيف ماركت ريسيرش؟ اني انزل على السوق اخواني الافاضل واسال من هم المنافسون؟ من هم الزبائن؟ وانزل اسالهم، انزل يعني مثلا انا زبون بيشتري حاجه معينه، ايش شو المشاكل؟ ما هي المشاكل اللي انت بتعاني منها؟ هقول له ما هي نقاط الضعف للمنتج؟ هقول له انت مثلا طب شو نفسك انت المنتج هذا يتطور؟ طب شو التحسين اللي انت ممكن تتوقعه لهذا المنتج؟ وهكذا. انت لازم تنزل على الميدان اخي الفاضل، انت تنزل برجلك بقدمك على السوق وتسال المنافسين، تسال الكاستمرز، تسال ذوي العلاقه عن منتجك اللي انت بدك مين تنتجه، او عن الفكره اللي انت بدك تنفذها، سواء كانت خدمه أو منتج. تمام يا جماعة؟ أنا بحكي عن منتج أو خدمة. لازم تسأل أصحاب وذوي العلاقة. ليش؟ إنه أخي الفاضل هذا بصير عندك أفكار عن المنتج اللي بدك تنتجه، شو المشاكل اللي بعانيها، شو المستقبل أمامه، طب هل له مستقبل، طب هل ممكن حد يشتري. طب أنت انزل يا أخي، انزل اسأل الزبون، لو أنا أنتجت منتج معين هل حتشتريه؟ هتاخذ فيدباك، بالتالي هتحكم على منتجك اخي فاضل بشكل مسبق، هل هينجح ام لا؟ طبعا في ناس يا جماعه متخصصين بيعملوا استبانات ودراسات حول هذه الامور بشكل منظم، اوكي؟ بنسميها هذه طبعا اللي هو دراسه تقييم الاحتياج، او بتكون هي جزء من البزنس او الفيزيبيليتي ستادي، اوكي؟ دراسه الجدوى للمشروع. ايضا رود ماب، رود ماب ايش هي يا جماعه؟ كيف انا بدي اعمل رود ماب؟ ما هي خارطة طريق؟ من خلال يعني من خلال البزنس بلان، انا بعمل خطة العمل يا جماعة، هي بتكون الموجه والمرشد لإلي لفكرة مشروع او لبزنسي اللي انا بدي اشتغل عليه. بعد هيك نيجي للفند يا ايمن، سألنا ايمن عن الفند. موضوع الفند يا ايمن، خليني احكي لك اول شيء لازم انت تطرح التمويل الذاتي، بس خلي الصوت يعني ان ميوت عشان يعني ما بدنا ازعج يا ايمن. لازم يكون عندك التمويل الذاتي. اول شيء، اول خطوه، لازم انت تمول مشروعك ذاتيا. ليش؟ لانه دائما احنا يا جماعه دائما يعني بننصح من يريد بدء مشروعه انه دائما يمول نفسه ذاتيا. ليش؟ ما بكون عليه ريسك، ما بكون عليه مخاطر، مثلا لو فشل مشروعه ما في عليه مسؤوليات، ما في عليه اي التزامات يا اخوان الافاضل. عشان هيك دائما التمويل الذاتي هو من انجح التمويل، انواع التمويل. بعد هيك انت طب ما بتوفر التمويل يا اخي؟ هتقول لي استاذ يوسف والله ما توفر التمويل، انا يعني الوضع عندي المادي صعب. بقول لك يا اخي فاضل، اوجد شركاء من اقاربك، شوف الاقارب اللي الناس اللي يعني المبسوطين ماديا او الذين لديهم يعني مال، حاول تستلف منهم، حاول تقترض منهم، حاول ممكن يعني تدخلهم معاك بنسب ارباح. يعني هتقول له مثلا هات لي مثلا 50,000 دولار ولك نسبه من الارباح مثلا في ارباح المشروع الخاص بي. اذا يجب ان تذهب الى الاقارب مثلا وتحاول تقترض منهم او تستلف منهم، او حتى ممكن تدخلهم شركاء معك في المشروع. طيب هذول ما توفروا، اذهب الى شركاء يعني مثلا مش اقاربك اخي الفاضل، انا بتكلم عن الاقارب، اذهب الى غرباء، ناس يعني غرباء لا يعرفونك، ادخلهم معك ايش؟ شركاء في حصص من الارباح. طيب
بعد ذلك أخي الفاضل لما زبط هذا الكلام اذهب إلى شركات الإقراض وشركات التأجير التمويني، هناك أخي الفاضل مكاتب وشركات. طبعا أيمن في هناك صناديق إقراضية وصناديق التمويل معروفة هذه أخي أيمن، يعني بإمكانك التوجه إليها. اعمل بحث، اعمل سيرش عن شركات الإقراض والتأجير التمويني، هناك شركات تأجير تمويني، يعني ممكن هذه أخي الفاضل هي بس وظيفتها إنه هي تديك فلوس، لكن لازم إنه أنت تأمن هذا المبلغ الخاص بها، فلوس وبتمولك في مشروعك، بتحكي لك إنه مول هذا المشروع واعطيني نسبة من الأرباح، بتعمل معها اتفاقيات طبعا في انه يكون لها نسبة من الأرباح.